خاي كنبيعوا في هذا الشارع هذا كيعطنا العموم كامله كتعرفنا 28 عام حنايا في هذا مع هاد الناس والاجواء شغنقول لك دائما الله يعمرها سلعه كانت صغيره او كانت كبيره حنايا معروضين على صعيد العالم كيعرفونا لا في الفن ولا في الفحم لا ما كنواجهوش مشاكل لا عمرنا ما واجهنا المشاكل مع الناس كل واحد كنخلي واحد الخطر ديالو على الراحه ديالو اللي كيجي كيشوف الابتسامه ديالنا كيعرف اتجاهي محمد الرئيس شحال خصك انا لا كيلو كنعطيوها كيلو كنمشيو لها الكاله ديالها كاين نص كيلو اللي بغات شني مي كتدي الفحم وكتشعلو كتقول الله يعمر سلعه والله نتجينا من جهتنا والله نتجينا من النار انا الدلم اخي ها هذا الدلم اخي كنعدلوها اخي فمني مصور كيصيفطوه لنا الناس الاحباب ديالنا كيصيفطونا البركه هاي انا قرقع هذا ملي كينزل على العافيه كيشعل هو ساكت علاش عيطوا له الدلم هانا الله يرحم والدي 28 سنه وحنا كنبيعوا في هذا السياده في هذا الشارع هذا كنعملوا سلعه تقليديه على الاجداد ديالنا خلوها لنا وكنجيبوه بيدنا دابا انا قبل نعيد بالسهر كنت في الجبل في الموطع هذا في الجبل نيت وعدلتو راسي والكوشه ديالو كان عليك شي نقي اللهم لك الحمد حنا كنبيعو ان شاء الله الحمد لله اللهم 5000 مره 100 درهم مره 7000 مره 4000 حنا ماشيين مع الدنيا خاو ديالي تقريبا دادي 30 عام وانا في بيع وشرى 30 عام وانا في بيع وشرى في هاد بنديبان هاد ما بقاش بيع وشرى بحال اللي كان بيع وشرى نقص بزاف واحد النسبه فهمتي كيفاش 65% كنشوف انا بيع وشرى هذه 30 عام ما بقاش هو بيع وشرى دابا قبل كنا كنجيبوا السلعه كثيره وكنبيعوا ونشريوا فهمتي وتينا كتعرف فهمتي كيفاش يعني كيكون واحد المخرج بزاف أجواء دلعت الصراحة عام الأول حسن من هذا العام هذا كانت محركة ولكن عشنا الحاجة عاود ما عشناهاش عاود الأعوام اللي فاتوا يا دفحام التفريشات كانوا كيمنعونا من هادشي هذا ممنوع هذا العام ما نعرفش قالوا الانتخابات قربت عليا خلونا نبيع هادشي اللي عارفين ماشي حاجة زعما محبة في الله ما كاينهش فهمتي هادشي اللي الحمد لله بركة ما كتقطعش بركة دائما اللي كيقول لك ما كايناش كيكذب دائما ببركة خاص تبيع ملاح جوج 150 اس ديال النهار ديالك كلشي الحمد لله الارزاق دائما كاين الحمد لله الاجواء ديال العيد انتم كتعرفوا دائما كتكون مزيانه الحمد لله وكلشي الحمد لله كيعيد هذا العام الحمد لله الخير موجود الخير موجود الحمد لله واحد شنو كيبيع كاين اللي كيبيع التبان كاين اللي كيبيع الفحم والحاجه اي حاجه كيسهل فيها الله سبحانه عز وجل الارزاق مفرقه والاجواء انتينا كتعرف كل عام بخير وعلى خير وروح وطنيه الحمد لله في المغاربه هذا كيكون مع هذا مرحبا بكم عندنا في الحومه انتم كتشوفوا حنا كنعملوا هذا المشي راه هذا وهذاك الشيء راه هو اللي هان كنتحركوا في العيد فهمتي العواشر انتينا كتعرف ديك البيع والشراء ديال العواشر تبان الشعير والنخاله الدرا العلف المهم العلف ديال الحولي كامل عاني لي نشفارين المهم ديك المسائل ديال العيد كامله اللي كتحتاج في العيد اللي كيحتاجها بنادم في العيد وانا كنبيعوا ديك الشيء ديال الدراوش يعني حنا مراخصين معاهم كنمشيو مع الدراوش اولا مرحبا بك اخي ايوب في الحومه ديالك من ديبان بالنسبه للاجواء ديال العيد هو واحد الجو كيكون استثنائي طبعا هو موسم يعني اي واحد اللي كيكون ما قالش ما عامل حتى شي حاجه كينوض يخدم اللي كيبيع فحامه اللي كيبيع تبان كل واحد شنو كيبيع كاينه واحد الحركيه كاينه واحد النوع ديال الحركيه اقتصاديه بالنسبه للشباب ديال الاحياء الشعبيه اللي على طول العام بطاله وهذا واحد المشكل كبير من هذا المنبر هذه كنوجه النداء للسلطات باللي البطاله كتفشى بواحد الصوره مهوله بالنسبه للاجواء ديال العيد اللي فات كانت استثناء اخر بحكم كان كورونا كانت اجواء معتمه نوعا ما بالحق دابا كاينه شويه
يعني كتشوف واحد بدات بحال اللي كترجع ديك ايام شحال هادي واحد شويش منها طبعا. خوتي مغاربه مبروك العواش اللي في داخل الوطن واللي خارج الوطن، كنوجه التحيه ديالي لجميع مغاربه خوتي اللي في العالم كامل، مبروك العواش واش مبروكه وتعايدوا بالصحه ولهنا الجاليه اللي في اوروبا حتى كوردي ما كيعايدوش يساو ما عاود واش مبروكه واخا ما كيعرفوهاش شنو هي واش مبروكه وعيدكم مبارك سعيد كل شيء للجميع واش مبروكه وتعايدوا بالصحه ولهنا واو ما ماجي نصطا فيك راهو مبروك العواشر كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد وتعايدوا بالصحه ولهنا وكل عام وانتم بخير وعلى خير. عليكم انا كنبارك لهم من طنجه حتى للكويره وعواشر مبروكه تعايدوا بالصحه ولهنا خوتي المغاربه خارج الوطن وداخل الوطن وعاش يا سيدنا. من هذا المنبر هذا المنبر دي الطنجاوي كان نوجه واحد التحيه للجاليه المغربيه والناس اللي كاينه هنايا وعواشركم مبروكات عيدوا بالصحه ولهنا والله يفك الحايل. تبارك الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.